مينك انت يا خيال عمشك بخيالي ساكن بقلب البال ما غبت عن بالي مينك انت يا خيال عمشك بخيالي ساكن بقلب البال ما غبت عن بالي بالبال انت هون خيال وما عندك لون تركني عوسع الكون مقهور من حالي بالبال انت هون خيال وما عندك لون تركني عوسع الكون مقهور من حالي سكت الورق قلبي احترق وحروف عم يبكوا خياله مرق عمري سرق صار العمر ملكو سكت الورق قلبي احترق وحروف عم يبكوا خيالو مرق عمري سرق صار العمر ملكو اي والله ابننا وحيد محلتنا غيره وملحق على كل الدنيا من البقرات للدجاجات للحمامات لتوزيع الحليب والبيض واللبن اش فكرك عم يكسب من تعبه ها؟ فيك تقلي؟ اش عم يكسب؟ هالمزرعة كلها هيدي اخر تلامين بكرة لما انسهل انا وياك كل هالرزق والطرش والخيرات لمين رايحين؟ هيك يعني انه منقصف له عمره هلأ بالشغل اليوم والدفع لما ينقصف عمر أهله إيش هالتجرة يعني عهالمعدل الصبي ما رح يضاين ليورات فيك تقلي لي إيش بدك على المزبوط لحتى لي اتهنى بلقمتة ابننا ما بعينه إلا موسم الصيد تعب وضحى لاشترى هالبرودة راحت منه لا قدرين نرجع له إياها ولا سامحين له يشتري غيرها الله الله يا زلمة برضاي عليك حرام موسم الصيد على البويب طيب وبتتركيني اتهنى بلقمتة؟ قريتو 100 صحتين ايه ومزبوط 100 صحتين وبس يييي ليش شفتي بحياتك انتي او صايرة ترويقة اغلى من هاللقمتين عبكرة الصباح؟ انا شايف لك الموقف ومقدرك اياه كتير بس ما عم بتريحني كأنه بدك تخلص مني مش منك يا ابني أنا بدي أخلص من همومي وأكبر هم عندي إن أدقك شوكي بسببي إذا بسافر بلاك أنت شو بتعمل؟ بتفرغ لهمومي التاني أي هموم؟ أنت سبق وقلت لي إنه قتلت لأني كنت وفي اللي أمرني أقتل ما حدا قدك استقتل لمصلحة فواز والكل بيعرف هذا الشيء بس أنت بوقتك كنت صغير شو عرفك؟ سامعها من الكل أنا مثلهم صدقت إنه وفي بس لما انضرب فواز وهرت عيلته بطل للوفا مطرح بطل إله صاحب أنا شو صار فيي؟ شو؟ صرت جبان شو؟ قصتك متنحير كون بعلمك كبية ما بتحددوا لي معاش بالمزرعة مثل الشغيلة أو اتكل على الشغيلة اللي عم تدفع لها دفعنا أنا وأمك التنانة مننزل على الساحل نشتري لك بارودة أم الخمس أضرب جديدة بس يا ويلك إذا بتطير من إيدك ها كلام شرف كبية لا أنتين كان كلامي بلا شرف يا عديم الشرف أنا
أنا شو في أعمل؟ يا ابني أنت بعدك شاب، فيك تتعلم إشياء كتيرة وشاطر بإشياء كتيرة. أنا بإيدي مصلحة وحدي بس، إنه كون وفي لحدا وآخد أوامر معينة ونفذها. بس ما عم لاقي حدا كون وفي لإله، اسمع كلمته ونفذ له أوامره. ما لقيت. لما وقع فواز وقعوا كل اللي مثله بنظرنا. وللوس ما كنت رح تشتغل معه؟ للوس يا ابني طلع مش نافع، بده راس فوقه، لأنه علموه انه ما يستعمل راسه، يحمي راسه بس. طيب اذا انا سافرت عند عمومتي ولادهم وانت اطمنت علي، اكيد ما بتتورط لوحدك هون؟ من بعد ما طلع قانون العفو ما عاد بدي شيء من الحياة، صرت خايف من ضميري. طمعان بعفو كبير، طمعان اعمل شيء ربحني قانون عفو بهالآخرة، هيدا اللي طمعان فيه. شفت جوزي مرتاح بآخر نهار وحسيته جاهز يحكي، لقيت الوقت مناسب تأسأله ليش رافض يتعاطى مع نجيب بيك. هيدا الدواء بتاخده مثل ما قلت لك. مع السلامة. سلامتك. سلامتك 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 ليه رافض تتعاطى مع نجيب بيك؟ نجيب بيك كل علاقاته مبنية على المصالح الخاصة، ونحن كل ما ابتعدنا عن هيدا النوع من العلاقات، كل ما بعدنا عنه واهتمينا بشغلنا، كل ما نجحنا أكثر وخلصنا من المشاكل بالمنطقة. يعني كل ما بدي التقى فيه ويسألني عنك بدي أعطي أعذار. هو عذر واحد ما في غيره، أنا طبيب وما بدي أعمل علاقات اجتماعية تكون بتحمل من ميل عداوة ومن ميل صداقة، وهو المفروض يفهم. فهم؟ ما قبل يفهم، ضله عم بياكل هو وساكت. وبعدين جاوبني على كل شيء وعروق. بالنسبة للدكتور رجا ما في شيء مستعجل، ياخد وقته. ويوم اللي بتبلش المعارك بصير مستعد يسمع لنا أكثر. هلأ بعدنا بالمناوشات، يعني بخفف عزايم. ما تعزمي، مرته عم تزورك، هالقد منيح بالوقت الحاضر. معك حق. بالنسبة لبنت أنطون بدور، خليك عم تنصحيها، مع إني حاسس إنه هي وأهلها ما رح ينكتب لهم أمر. بدكن تعملوا لهم شي؟ مش أنا، تعرفيني أنا ما بأذي، أنا تاجر مش سفاح. بيت بدور مشكلتهم مع فواز. ليش فواز بيشتغل من ورا ظهرك؟ طبعاً لا، بس بالقصص الصغيرة اللي بتتعلق بأهل الضيعة تركت له هامش يستفيد ويضل يخدمني. وبيت أنطون بدور داخلين بهالهامش؟ كل شي بيتعلق ببيت بدور والعيال المختلفة ببعضها مش من اختصاصي أنا. أنا شغلي بالأراضي والعقارات. شو بصدق؟ أنت مين؟ شو جابك؟
سارة رح يكون مشغول بهاليومين اللي جايين. ما رح يكون معنا يوم الأحد؟ الله أعلم مع أي تحدي رح يكون نهار الأحد. أنا حابب نتغدى سوا. بدك تغدينا؟ مش بمطعم. وين ما بدك؟ عالصطيحة. عنا ولا عندك؟ عند لين. طيب اسألها إذا بتستقبلنا عندها ولا لا. أنت خايف عليها وصار لك كم يوم ما زرتها. نبيل وديما وبشارة مش زايرينها ولا مرة. أصلاً من يوم ما إجت لين على هالضيعة ثلاث أشخاص اللي زايرينها، أو مرة واحدة أو لسبب معين، أنا والمختار والبنت اللي اسمها هالة. دخلك؟ شو عملت لين لحتى تستاهل منا زيت القصاص اللي خسرنا ياسمين؟ اسألها إذا بتستقبلنا عندها. فضل أنت تسألها. أنا؟ بدها سؤال؟ من وين الأكل؟ أكلات جمانة طيبين، ليش لا؟ بس بخصوص الجلي ما بأمن لك تجليل الصحون، بركي ديما تساعدني. ناطرتكن يلا. عاطف، نطرت تفلس بنات حتى أسألك. صار لك من امبارح بتطلع فيه وما بتحكيني، شو في؟ انتبهتي اني ساكت من امبارح؟ وما انتبهتي انه صار لي كم يوم ناطر تحكي معي؟ عن شو؟ شو خبرتك لين؟ شفتها؟ شو خبرتك؟ شو القصة الجديدة اللي نبشتها من تاريخنا؟ وحرقتيلي قلبي فيهم تحرقهم؟ شو قالت لك؟ قالت لي كيف أنعك خيي تصيري مرته؟ أنت أكتر واحد بيعرف قدي صرت مرته. عارفي حالك شو خلتيني أعمل؟ عارفة شو الغلطة تركتيني أوقع فيها؟ كنا مبسوطين موعودين بحياة حلوة، سفرك حبسني. ليش فهمتيني؟ ليش فهمتيني إنك تمعاني بمصرياته؟ ليش عطتيني صورة عنك تكرهني فيك؟ كنت مسافر راكد ورا مستقبلك، خفت عليك، خفت تكره الحياة تيأس مثلي. خليتيني أكرهك، أغلط معك، أكره حالي. لا يا عاطف، لا، أنت ما غلط مع حدا، أنت ما بتعرفي شي. اسمحيلي أقلك إنه حضرتك كمان ما بتعرفي شي. شو معنى؟ أنا ما فيي أطلب منك الشيء اللي أنا ما بقدر أطلبه من حالي. ما بديك تسمحيني. يا جماعة، بدي أرفع كاس الشخص اللي جمعنا بعد كل هالسنين تحت هاي السماء، الأستاذ رشيد. صحتك. صحتكم. كاسك. كاسك خالو. كاس اللي رح نشتاقله بهاليومين. كاس الفيلج والعمر الطويل.
ثلاث كلمات. كاس القلب الطيب. ما حدا جاوبني على سؤالي. أنا جاوبتك. طيبة القلب برات موضوعنا. نحن هون بفضل الأستاذ رشيد. بفضل خاله رشيد. وقلبه الطيب. لقلبي اللي علمنا نحب ونكرم ضياتنا وما نبغض ما نحقد، وبنفس الوقت علمنا انه الانتقام ما بيكون الا على البارد. مثل هيئه بعد في اثنين ما شبعوا من الانتقام، انا وانت. كثير منيح انه خاله رشيد فتح لنا عيوننا على المجرم الحقيقي فواز خاطر، بس كمان مش مزبوط نكون عم نحقد على معترين مثل ابو الشوق وغيرهم يلي جربوا يعملوا مثل ما بده فواز وما قدروا، خصوصي ابو الشوق يلي رفض يقتل اي حدا او يأذي من بيت بدور. واللي قوص عبي كمان ابو الشوق كان مكلف هو يقوص بيك، بس كلف واحد تاني، وكمان المرة التانية كان المفروض يكون أبو الشوق يلي رفض وخاف مشان هيك قوص حاله بقشره. بس في شي كتير مهم بتعرفوا عني. بتعرفوا إنه أمي بنت خيو للأستاذ رشيد. أمي ربا بدور ولدتني بهيدا البيت، بهيدي الأوضة الصغيرة بالرايح من هون لحالة، خلصت حالة بحالة، نزفت وقد ما خافت من كلاب فواز هربت فيها هيدي الأوضة وتمددت على الأرض وصفى دمها. ولما وصل فواز ولاده حبوا يتأكدوا أنا عايشة، وصوب الرشاش عليها ويتمني بالليلة اللي خلقت فيها. شو نبيل؟ شو الأصعب؟ نسمع وجع أهلنا ولا نحس فيهم؟ لا، الانتقام مش فشة خلق. الانتقام ما بيحقق هدفه باللي نحنا منحسه. الانتقام أكبر من هيك. شو نبيل؟ الموت بيريح المجرم؟ الفالج والعمر الطويل بينشرب كاسه؟ لا، سوري، ما بشرب هيدا الكاس إلا من بعد ما شوف فواز خاطر من بعد 25 سنة شو استطعم. وقال لا، كاس الانتقام ما له طعم. اللي باقي من فواز منظر بشع بيوحي بتاريخه العاطل، بس منظر جامد بفش الخلق. خلق مين؟ بقي سؤال واحد بس. دفع فواز خاطر؟ دفع يلي فواز خاطر؟ هلأ أنت فواز خاطر؟ ما ماتت ليلتها؟ أنت مين؟
شو جابك لهون؟ شو جابك لهون؟ شو عم تعملي له؟ شو عملتي له؟ أنا شو عملت له؟ أو هو شو عمل فينا؟ وفيي وفيكي؟ مالي معروف، اعتقينا شرك، ما نقصنا فوق اللي نحن فيه، ناس غير بيزيدوا علينا. غرب عرفتك انت البنت الغريبه اللي عامله حالها بنت ابنها لياسمين. كل بلوينا منك ومن اللي دفنتيها فوق روسنا. سبق وبتعرفيها للست اللي دفنتها فوق روسكن؟ بزمانها ما اجيها اولاد. من وين جيتينا حضرتك؟ من رحمه قلب طيب، خصما عن هالمجرم. يلا شباب، عنا مشغل مسدس جهد مع ماسك أغاز، مسافة 400 متر مع 10 أهداف من 15 ل 20 متر، بدنا نعالجهم. فكرك القصة انقضتهم؟ خلصت بكم رصاصة رشيت فيه الناس أبرياء وفليت؟ هلأ تبلشت القصة يا خرفين؟ لو قتلت البنت الصغيرة بوقتها كانت كملت جريمتك، بس ثاقبت البنت الصغيرة اللي حملتها ربا وربتها ياسمين، وقف مقبيلك هلا وشي تحاسبك. مبروك، احكي وشي، سمعني صوتك. جرب طلعهم لأنه بتختنق إذا ما طلعتهم. جرب لأنه رح تسمع وتشوف كتير. روحي من هون، شو عم تعملي فيه؟ روحي من هون. يا رب دخلك يا رب. لعنتنا الساحرة، لعنتنا كلنا، زتت اللعنة علينا وفلت. عم ترد، انشغل بالي عليها. هي وعم توداني على الباب خوفتني. خوفتك؟ من شو؟ شفت بعيون عيون امها. من زمان قلت لي انها بتشبه امها، شو المشكلة؟ انا ما عم بحكي عن الشكل. شفت بعيونها عيون ربا لما فواز كان عم يحرق لهم بيتهم. شو يعني؟ ما فهمت. لين راح تتحاسب فواز. ليش ضل في شي فواز لحتى تحاسبه؟ اللي تجمع بقلبها بهالكم يوم حمل غضب سنين فجأة وبدون ما تتحضر. مشي خليك، أنا بروح بشوفها. مش عارف جاي أسهر معك اليوم بالإذن. مع السلامة. الشياطين ما بيفوقوا علينا عمزاجهم. لو ما حضرتك محركشن ومكعيهن ما كانوا بعتولك جنية بنت 60,000 جنة وجنية يلعنوكم يلعنونا بضربهم.
الله يلعن الساعة اللي طلع لنا وما ساعة ترزق محسوب من ضيعتنا. لين شغلتينا بالنا. كيفكم؟ منيح. شو عملتوا؟ كان لازم تشوف شو المجرم يلي قتل اهل امي وقتل لي اهلي وبعت مني اقوص عبيك، مجرم يلي خرب هالضيعة. شفته، تذكرتك، استطعمت كاس الوجع والمر يلي عم بيقطع فيه. ليه ما اخذتيني معك؟ هلأ صار فينا نحكي فشة خلق. خاله رشيد كبر له وجعه وطول له عمره بس ما فحصت له الوجع. أنا جيت حطيت السكين بالجرح وبرمته وشفت وسمعت وجع فواز اللي ما بيخلص. خليتيني أكرهك، أغلط معك، أكره حالي. لا يا عاطف، لا، أنت ما غلط مع حدا. يا أخي اقتلهم، افنيهم عن بكرة أبيهم. مين مانعك؟ بتعرفني ما بحب اتجاوز حدودي معك يا بيك. حدودك معي ما إلها علاقة بمشاكل الضيعة وخلافات العيال. يعني بس طفل ببيت بدور؟ ما ترحمهم، لا، بل إذا لغيت وجودهم من الضيعة ساعتها بقية الضيع ما بيعودوا يستحوا وبيفتحوا جبهة بتسرع لنا بنزلة الأسعار وحركة البيع والشراء. حتى ولو صادرت لهم أملاكهم وأخذتهم لألي؟ الكبير ما بيدني نفسه على الفراطة يا ريس. خد منهم اللي فيه نصيب صحتين على قلبك، المهم تخلصنا من كبر راسهم وجهز العملية على بكير قبل ما تتغير أوضاع البلد. حاضرة. سمعتك عم تحكي مع سهرك. ما اسمه سهري؟ هيدا جوز اختك. مش بطيبة. تعرفوا مجرم. الضيعة بتهمني بأراضيها وأرزاقها، مش بالناس اللي بعيشوا وبيموتوا فيها. وبتعتبر عندك مستوى أعلى من مستوى سهرك المجرم؟ كيف لقيتي لي مستوى البرفان؟ كتير منيح. فوازي بيشتغل بعيد عن عيونكم، أنا بس للفرجة. الليلة دورك أصعب ويمكن ما يخلص بسرعة. خير؟ خيي عاطف رجع لنا، خلص وراء الطلاق ورجع الليلة سهران معنا. ما بقبل يسكن برات بيت خيو. انتبهي منيح، دورك رح بيكون صعب والغلط ممنوع. ست جمانة صارت الساعة 12،
أنا رح أرجع على البيت والشباب عم بيسكروا. وأنا كمان بدي أرجع على بيتي، بس عندي شوية حسابات بدي أعملها. روح أنت، تصبحي على خير. وأنت من أهله. أنا ونايا نقينا المحل، أكيد عجبكم. بيعقد. أنا نقيته ونادين وافقت. برافو نايا. ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين معك على السمع. سكر منطقة 30 وحكيني. شو بنعمل هلأ؟ شافت شي بس ما بنعرف شو هو. منبلغهم؟ روق هلأ بترجع. إذا مر أكثر من ربع ساعة بنحكي مع رئيس البلدية. شوف لي وين صارت البنت. الو شو ليكني جاي؟ شو شافه؟ ما عندنا فكرة. ما بين ولا حدا على أي كاميرا؟ أبدا. ما عطي خبر؟ لا لا لا، لازم نخبر عاطف بيك لأنه هو المسؤول عن كل شيء. لحظة، شو هذا اللي مبين هنا؟ تذكروا لما اجيت وكيف استقبلناكم وعملنا كل اللي بدكم اياه، بس هلا بليز بدنا نتفق على الايام اللي جايه. انا عملت شيء غلط؟ لا لا لا، ما عم بحكي عن الغلط والصح. انا بعرف انكم بنات مهذبين واكيد ما بتعملوا شيء غلط. للاسف بهي المنطقه الناس بتنقز من شغلي من زمان، ونحن واجبنا انه نحميكم. بدي اسالك، في شيء طلع بوشك فجأة؟ في شيء غريب شفتيه؟ شيء حلو. شيء حلو؟
ممكن نعرف شو هو؟ الرجال شكله غريب، له لحية كبيرة وعيونه زعلانين. ضحك لي، حبيت ضحكته. قعدني وصار يرسمني، رسمني بسرعة كتير وكتير منيح. تراك لك هدية؟ معقول؟ هذا رسمي بكل تفاصيلك، عم براقبك كل الوقت. طيب حكى معك شيء؟ قال لك شيء؟ ما خليني احكي وما حكي معي، رسمني بسني هون زعلوا فل. ماشي تفضلي، واذا بدكم اي شيء نحن جاهزين. يعطيكم العافية يا شباب، انتوا عملتوا اللي عليكم، فتشتوا المنطقة وخبرتونا بالوقت المناسب. طب بالنسبة للزلمة اللي كان معه؟ لا تاكل هم، خمس دقيقة حوالينا انه 25 سنة عم يدوروا عليه، لا حدا لقاه ولا حدا حتى شاف وشه. بس ما يكون أذاها؟ لا لا ما أذاها، طالما القصة مرت على خير فما عاد شي بيخوف. يعطيكم العافية. جيفا ما خفتي وقت شفتي؟ من إذت ما كنت عارفة انه في حدا، بس بسمته ريحتني. بيقبل يرسمني؟ ما بعرف. مختار ما بدك تتروق معي؟ مش مبسوط يا مرا، مش مبسوط. زعلان مني؟ مش مبسوط، شو دخل الزعل؟ مش مبسوط يعني زعلان، أنا إيش عملت لك لتزعل مني؟ مش مبسوط يعني مريض. سلامة قلبك يا مختار، إيش حاسس؟ إيش فيي أعمل لك؟ إذا إلك نجحة فزي على الصيدلية عند الدكتور رئيف، قلي له يعطيك الدواء اللي وصف لي إياه التويت الماضي، كتير نفعني. قلي له دواء العيان. لعياني نفسك؟ كل ما بفكر بالاكل. يلا سلامتك. رسمها باقل من نص ساعه. انت خايف يكون لساته عم بيراقبك؟ انا خايفه يكون معازي راقبني. عمشك بخيالي ساكن بقلب البال، ما غبت عن بالي. مينك انت يا خيال؟ عمشك بخيالي ساكن بقلب البال، ما غبت عن بالي. بالبال انت هون خيال وما عندك لو تركني أوسع الكون مقهور من حالي. بالبال انت هون خيال وما عندك لون، تركني أوسع الكون مقهور من حالي. سكت الورق
قلبي احترق وحروق.